من 9 أوت من بداية الحريق الأول أصدرت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة أن نتصل بكل الدول الأوروبية الصديقة بأن نقتني من عندهم طائرات لإطفاء النار، لأن عارفين بلي التداريس ما تسمحش بإطفاء النار بوسائل تقليدية. مع الأسف ولا دولة استجابت لنا، لأن آنذاك كل الطائرات الأوروبية كانت ممركزة في اليونان وفي تركيا. بعد ما انتهوا من الحريق تاع اليونان الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين، غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على 3 أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا، رغم أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء نيران، وحنا نعرف الحجم تاع حمولات المروحية، ولكن هذيك الإمكانيات اللي كانت بين يدينا وكلها كانت في الميدان.